كيفكم؟ يا رب انكم بخير. مع ثاني يوم من ايام رمضان، قاعدة احاول اني هالفترة انزل لكم بشكل شبه يومي، لكن اعذروني اذا ما قدرت، لكن بحاول بقدر المستطاع اني انزل لكم هذه الفترة دايم. فاليوم صحية بدري، مع اني نايمة الفجر، صحية بدري 10 الصباح. نومي لحد الآن ما أدري كيف، أنام متأخر أصحى بدري، أوقات أنام بدري وأصحى متأخر، وضعي مرة حوسة، ولحد الآن أحس نومي ما انقلب لحد الآن ولا تعودت على الوضع. المهم حاليا بسوي editing للفيديو، شو اسمه، طبعا من مو editing، بعدل عليه من إعدادات اليوتيوب، أضيف كذا كم شيء، وبعدها راح أسوي عنايتي وبصور لكم كم شيء حاليا صار أستخدمه بنات، وبقول لكم رأيي عنه. سو يلا بار الجيرة يا جماعة، يجنن المطار، كمان قاعد يزيد. راح استخدم، بعد ما غسلت وجهي راح استخدم زبادي الوجه، يجنن صدق مره حلو. طيب من اسبوع يمكن او اقل حاطه حنة بشعري، واحس شعري صاير مره جاف بنات، فراح استخدم هذا الماسك من ذا بودي شوب بالموز. الماسك يرطب بقوه، احطه بس على اطراف الشعر لانه احس من تحت ينشف مع الحنة، فهذا مره يؤدي الغرض، احبه مره. طبعا شريت هنا المجموعة كاملة، لكن ما حبيت إلا الماسك حق المجموعة بس، أحسه هو أحلى شيء، أحس هو اللي راح أرجع أشتري مرة ثانية، مرة مرة حلو. المهم راح أستخدم مافالا الرموشي، هو المفروض إني أستخدمه قبل النوم لكن صايرة مرة أنساه، فأستخدمه حاليا. وغير كذا خلني أقول لكم عن المقوي اللي ما بقى أحد ما سألني عنه، حرفيا هذا هو. شهد وش صايرة تستخدمين الأظافرك؟ شهد أظافرك طولت، أتوقع تعرفون أن أنا أظافري أبدا ما طول، ومن يوم صرت أستخدم هذا ما شاء الله أظافري بدأت تطول، فالحمد لله مرة مبسوطة، وبإذن الله راح أكمل عليه، أستخدمه فقط مرتين بالأسبوع وإن شاء الله راح أكمل عليه. شكرا. الحين نطلع نشوف البجايم. طبعا حاليا بجايمي كلها بجايم شتوية، احتاج مرة بجايم للصيف، فاخذت لي من ماكس كم بجامة بوريكم اياها الحين. ودايما ترى بجايمي الارواب هذه اللي البسها للتصوير كلها من ماكس، واكثر سؤال يجيني شهد بجايمك من وين، شهد اروابك من وين، كلها من ماكس، واسعارها مرة حلوة، نفس اسعار شي انه هالاشياء. فأنا طالبة 5 بجايم زي ما تشوفون، كلها أخذت السايز ميديوم. هذه الوحيدة تقريبا شتوية، وتيجي فهمتوا اللي كيف أقول لكم، اللي كأنها بربتوز، ما أدري كيف أشرح، يا رب فهمتوني. هذه اللي قاعدة أقول لكم كأنها بربتوز، يا رب فهمتوا الحين قصدي. بس أحسها طويلة يا أخي، يا رب ما هي بطويلة، مع أنه سايز ميديوم يعني ما حسيت بهذا الطول، بس بقيسها الحين بشوف. طبعا زي ما تشوفون طولها طلع مرة ممتاز، المقاس بعد مرة ممتاز، بجايمي كلها الحمد لله كويسة. للأمانة حق الشتاء بزيادة، الشتاء هذا القارص، لكن أكثر شيء أنا أخذتها عشان التصوير لأنها كذا جاية طويلة وواسعة، فأحسها تنفع يعني مثلا لما أصور لكم يعني شيء كذا طويل. طبعا بعد الشاور راح استخدم اكيد هذا من بيبي جونسون، مره احبه. طبعا هذا الشعر يعني كذا، راح استخدم هذا السيروم، معكم مطبخ شهد الرمضاني لثاني يوم. اليوم بنسوي لكم حلا جدا سهل ما بياخذ منكم وقت، اللي هو حلا الزبادي. طبعا معانا اخونا علي، هو اللي راح يساعدنا في عشان نسوي هذا الطبق.
فأول شيء طحنا البسكوت، بعدين أول شيء حطينا زيت. شو بتسوون؟ هلا إيش؟ طبعاً زي ما تشوفون الخليط لسه ما صار عجين، لازم تقدرون تضيفون موية لين ما يصير عجين. حليب موية. قصدي تضيفون حليب لين ما يصير عجين. الطبقة الثانية زبادي وبنحط حليب بودرة. كم؟ 7 ملاعق. 7 ملاعق فنجان سكر. تمام. وبالخلاط طبعا هذا الخليط اللي سويناه راح نحطه. طيب بعد ما حطينا الطبقة الثانية راح احطه بالفرن من 5 دقائق الى 10 دقائق، راح يكون الفرن شغال فقط من تحت. بعد ما نطلع راح نحطه بالثلاجة لين ما يبرد، وبعدها راح نسوي الطبقة الثالثة. طبعا اخر طبقة اللي هي الطبقة الثالثة عبارة عن كريم كراميل على نار هادية مع موية، واضفنا له شوي نسكافيه. طبعا على حسب الرغبة، اذا كنتوا تحبون نسكافيه مرة قوي حطوا اكثر. فراح احطه على الوجه. حار مرة. حس كثير علي. وراح ادخله الفريزر لين ما يبرد. فطورنا لليوم المتواضع شوربة مع سلطة، سمبوسة هالمرة مقلية مو بالفرن، وثلاث حبات تمر وقيمات والمكرونة اللي أحبها مرة، وفي ثريد بس ما راح أكل الحين، يعني أحسها مرة كثير فشوية. باقي تقريبا 8 دقايق ويأذن، سو خلاص أنا مستعدة.